يا الله، شلونكم شباب؟ قبل لا نبلش الفيديو، لايك للفيديو واشتراك بالقناة حتى نستمر. اليوم بديتكم هنا من جو شوية تغيير. انا راويكم عندي فاطمة لوت، هذا اللوت انا كنت مزرقة جو هذا الزواج. فد فترة خليك يكبر شوية يقوى بعد، واروح اخرجه اسوي لي برج مال اللوت وبرج مال الزواج. اهدنها ميردين بيضا هسه، بعدين فترة شوية يبيض. عندنا هنا هاي بيضت، هاي حلوة. شو ذني سو ذني ذني عجبني أنا. سويتن هيك، ثبتن هاي بعولها تثبيت بالحائط. خاف بعدين يبيضن شي، يعني ميطلع الأفراخ. أنزل أفراخ جوا، شلون هسه الناس ده حتى شنو ما يلعبن بالبيض ويخربنهن، لأنه هي عصبية طول مرض. يعني ايش تردي؟ ناخذ صورة حتى خلفية. اي شوفوا، على سويت واحد هنا واحد، بس بعدين انا احفره بدرين وعلقه. اذن الافراغ شوفوا، هذا واحد اطلع ثانيته، وهذا ثاني. هنا هم سويت، راح اجيب اللواتات اخليه هنا. هنا هاي هم وحدة خليت، حتى هنا شوي مكان زين. خلينا نوكلهم نسوي، واليوم نوكلهم نسوي احسن. يا الله، انهم شبعانات يعني، مو ذاك الجوع. يلا خلي تنزل يا اخي، حنين على بيضاته. خلينا ننزلها تاكل دقيقة. يابا يابا، تأكل أحسن. خلي هسه شنو نصعد فوق، لأن بعد كافي. هاي ذيلها، ذيلها مكسور. الشباب اللي ما يعرفون شلون تعرف الطيارة تتبيض، يصير شوي ذيلها مكسور. خلنا نصعد فوق، يرجع تقفط. نجي هنا على الخانات. هنا بعد ما مخلي شيء، راح ابيع زوج زواجي واجيب لو حمر لو ارافل. هنا عندنا هذا زوج لوت بيض، هم يريد يبيض على مبيض اللي قاعده وراوينا الفرخات. هنا زوج هم هذا الاشعل، ليش مو واضح؟ ليش مو واضح؟ هذا ابنهم، ذن زواجنا، هنطيرهن. روح ابني، روح، ايش عندك باقي؟ طير ويا اخوانك. انا هم طيرتهن قبل هيك شويه، قبل من طلع الفجر طيرتهن. الجو حار اليوم، شرج اليوم. شلون الجو يومكم؟ بس يجيك السابع والثامن، الاب وتموز يصرخون صرخ بعد، حتى ما تقدر تقفل. شباب هواي يسالوني على التيك توك، يقولوا لي امتى نقطع تبزير، امتى هاي. شباب انتم ليش جاي تقطعون هسه؟ لا حد يقطع، ابقوا مستمرين. عود بشهر السابع قطعوا، واذا انت عندك مبرده تقدر تخلين هين بنكه، يعني شوية الجو بارد يصير عليهن، قفف ليش لا؟ بس أنا بالنسبة لي أخلي الطير يرتاح، يعني بالشهر السابع أعزلهن، أفصل النثاية عن الفحلة. يلا اليوم خلينا نطول لكم الفيديو حتى تونسون عليه. اي شباب، فالماء اللي يريد يبزر خليه يبزر عادي، يعني ماكو اشكال. خلي مبرده بنكه مروحه، يعني هاي اللي بردن وخليه عادي، مروحه لو بنكه شيني نفس الشيء. والله العظيم غير حار احسن الان. انا عدت هاي الساعه بالخمسة غير، وعرقان وتعبان. ها شوف الشمس قويه،
واليوم صافني صافني يا البصرة، بعد حارة البصرة من هسه واحترت شلون بالسالفة. شباب يوم جمعة اليوم، انا قلت لكم راح ابيع زوج زواجد واجيب لو ارافي لو حمر، بعد انا اشوف وين الطيور الزينة اجيب، محتار تقريبا اكثر شيء راح اجيب اراف. شباب اللي ما مشترك خليه يشترك، هنا نطيك بالخانات، انا نطيتهم شوي خايفات هنا لان الجو ياكلي. التمن باقي عندي من السحور، تعال تعال يا اخي الحلو الدجاج كل شيء ياكل. هاي هاي يلا شباب، والله مع الاسف ما تتعدي وحدي، ما تتعدي دجاجي كلش غالي على قلبي، هي هم كبيره يمكن عمرها 4 سنوات. ذاك يوم قلت لكم انا مقفوف يابا واريد ان دجاجه تقطع، ماكو هانا قطع لنا اثنيناتهم بنفس الوقت وقففت. هسه انا بيض هسه اراويكم بس ما اعتقد يطلع لان شنو تاخر كلش، تاخر الوقت عليهم. وهسه رحت يعني هيك قبل يومين رحت فحصت البيض، شفت نص ملقح ونص ما ملقح. ايهم بالعاب هاي صفنتها، هاي صلعتها النت. يا برا نوبة مرات هاي البيضة بقولها تعارك بعرف بعرف. لا بس لا يوم خايف، يلا ارتع يا عم رجعيك تعال. البعض يقولون يا بيه من الديش ما تقطع، لا شباب هسه مو قطعين وديش وياهم، هاي صار 3 سنوات انا او 4 اربي دجاج وجاي قطعة. انا اول مرة سمعت تقولون يا بيه ما تقطع لان ديش وياها. بابا شوف هسه هديك مسوي بيك، بابا مزين راسه قرعه مزين ظهرها، خرب يومك. جبان يا قوه. يلا بالكت حسن يطلع لنا كم كتكوت تونس عليهم، انا راويكم الدجاجه اللي قففتها. وهاي يا شباب الدجاجه اللي قففناها، شوفوا البياض، هذا البياض 12 بيضة بقن، انا قففت 14، 12 بيضة بقن لان فحصت 2 فازدات فذبيت، وان شاء الله يطلع عن البقية ويعوضنا عن الدجاج اللي ماتت. شباب اللي ما مشترك خليه يشترك بالقناة حبايبي.